تحقيق أمنية. الموضوع سهل برشا، تقريبا عامين التالي كنت نحكي مع صديقي كريم رمادي، قلت له والله ماذا بيا أمنيتي أني كيف نرجع نعزف في تونس يعني عن قريب، ماذا بيا تكون خارج تونس العاصمة، لأنكم ماكم تعرفوا تقريب كل شيء مركز في يعني في النشاط الثقافي على العاصمة، وهذا ناتج لبرشا أسباب تعرفوها أنتم، نقص التجهيزات إلى آخره ونقص الإمكانيات. يا أخي كما يقولوا باللغة الفرنسية سي با تومبي دون لوغي دان سور. تقريبا شهرين التالي جاني قال لي ثم شكون عنده رغبة مش أنك تعطي عرض في مدينة الكاف.